اهلا بكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، مع نجمنا الكابتن سيد عبد الحفيظ نجم النادي الاهلي وطبعا الفائز ببطوله الدوري المصري. ماتش الزمالك بيبقى ليه طعم عن الدوري؟ لا، بيبقى له طعم خاص، لكن في النهايه هي مباراه تاريخيه ومباراه بتهم ولها حساباتها الخاصه ولها كنت شايفك حساباتها عند الجماهير. لما الكاميرا جت عليك حسيت ان انت قلقان. لا، انت انا عمري ما بخاف. ما بخافش، لكن في النهايه بحترم زي ما اقول لك كل الناس، وده مهم جدا ان هو يوصل عند كل الجماهير، وخصوصا حتى الجماهير الغير اهلاويه. يعني الجماهير الزملكاويه تحديدا ناس يعني بقدرهم جدا وبحترمهم، وليا صداقات كتيره مع ناس من ايام ما كنا ليك صداقات مع لعيبه زملكاويه؟ في اجيال بتاعتك واجيال لعبت معاهم، وزي ما قلت لك يعني بالعكس انت دايما بتبقى حريص جدا على التواجد مع الناس ديت، يعني مع الناس اللي هي دي دايما واخد وضع الهجوم والوش اللي هو الاجريسيف. انت عشرتني بالعكس. انا ايه، ما انا عارف، ما هو ده انا ما استغربه. ما انت بره حاجه تانية خالص، ضحك وهزار و... لا بص، انا اقول لك انا شخصيتي. بص، انا 70 حاجه في بعض. يعني انا تمام. ممكن يبقى انا مثلا يعني بعشق الالتزام جدا جدا، ده حقيقي، التزام في كل حاجه، ده حقيقي، النظام، الانضباط، كل حاجه جميله، لكن في نفس الوقت في مساحه، في مساحه، لكن في الشغل تحديدا لا بحب عشم في الشغل. ما يبقاش عندك عشم فيا قوي في الشغل، لان في النهايه في مصلحه، في مصلحه اكبر مني ومنك اسمها النادي الاهلي. او حتى لو بتشتغل في شغلك الخاص، في شغل، الشغل ده طالما يعني ارتضيت من الاول بدورك وتخصصك او اختصاصاتك، اسف، تمام، فلازم تلتزم بده. فعشان كده هتلاقي مثلا العلاقات بيننا وبين اللعيبه علاقات اكنها بيت واحد. لكن لما يحصل اي حاجه واي تجاوزات او اي حاجه خارجه عن النص، انت بتتكلم هنا بالرولز الموجوده وباللوائح وبالنظام والقانون اللي موجود. عشان كده مش بضحك وبهزر ونتعشى مع بعض بره، لكن لو تاني يوم في تاخير، تمام، هيبقى في محاسبه. طيب ليه دايما يعني الاهلي خد الدوري فاز على الزمالك، ليه في بعض التصديرات على السوشيال ميديا ان جماهير الاهلي مش مرتاحه لاسارتي، مش مطمنه لوجود لاسارتي؟ بص، يعني احنا حققنا بطوله غاليه قوي، بطوله صعبه قوي، وكنا محتاجين ان احنا نتمرن. يعني بتكلم حتى على الجزء بقى كلاعب كوره، يعني احنا جينا او الراجل مسك مثلا يوم 4 يناير مباراه بيراميدز، يوم 8 يناير كانت مباراه سموحه، 12 يناير كانت مباراه فيتا كلوب، 16 يناير احنا جايين من الكونغو، تمام، كانت مباراه الانتاج الحربي، 20 يناير كانت مباراه الداخليه، 24 يناير كانت مباراه المقصه، 28 يناير كانت مباراه وادي دجله، 4 مارس، على فكره ما كانش 6 ايام ولا حاجه، لان شهر فبراير 28 يوم، انت عارف يعني. طبعا ماشي، طبعا. كانت مباراة بتروجيت، كل 4 أيام بنلعب مباراة، كل 4 أيام بنلعب مباراة، مفيش تمرين. كنا محتاجين معسكر أسبانيا، كنا محتاجين معسكر نتجمع فيه، نبقى فيه روح الفرقة، روح الجماعة، المحاضرات، الكلام، يعني حالة من عدم الضغط، ده كان مهم جدا يبقى فيه. لما حصل الحمد لله ظهرنا بشكل كويس قوي في مباراتين المقاولين والزمالك. أعتقد مع الوقت اللي جاي إن شاء الرحمن، مع المساحة والخبرات اللي موجوده دلوقتي في التعامل مع اللاعب المصري والتعامل مع الفرق المصريه والتعامل حتى مع النطاق الافريقي، ان شاء الله الرحمن الامور كلها تتحسن. يعني انا قلت ان رسارتي مكمل مع النادي الاهلي، ده صحيح؟ احنا خدنا الدوري. عارف انت الجمله دي تقريبا. الحمد لله رب نكمل لسارتي. يعني ما هو الراجل خد الدوري، محقق بطوله هايله جدا وبطوله صعبه على فكره، ورقميا، رقميا يعني انا اشك ان الرقم اللي هقوله ده اتحقق غير في الموسمين اللي فاتوا والموسم ده. 17 مباراة بتوع الدور الثاني احنا محققين فيهم كام نقطة؟ حوالي 46 نقطة. 46 نقطة، برافو عليك. برافو عليك. تمام؟ احنا خسرنا مباراة بيراميدز وتعادلنا مع الإسماعيلي. بس. و15 فوز في الدور الثاني. أنت بتتكلم في 46 نقطة من أصل 51 نقطة. رقم يعني 3 في 17 ب 51. تمام؟ أنت خسرت 5 بس. يعني أنت بتحقق أحسن دور ثاني زي السنة اللي فاتت بالظبط. هزيمة أفريقيا برضو اللي زعلت